في صفحات التاريخ حازت المرأة على القدر الكبير من الحكايات، حكايات بطولة وتضحية ونجاح وقوة وقيادة، وهتفضل دايما المرأة المصرية نموذج مشرف لوطنها كفتاة وكأم، سواء أم في رب البيت أو أم عاملة، وزيرة، سفيرة، قاضية، أديبة. في التشكيل الوزاري الأخير حازت المرأة على 4 حقائب وزارية، غير مناصب نائبات الوزير وكمان نائبات المحافظ. ده حقيقي يعني صورة مشرفة جدا للمرأة المصرية، خاصة أن فيه اهتمام كبير من الدولة في السنين الأخيرة بتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا. خلونا نتكلم مع بعض في فقرتنا النهاردة عن مكتسبات المرأة في السنين الأخيرة، أهم المناصب اللي تولتها، وإيه المنتظر منها كمسؤولة، وإيه اللي عايزينه منها أو عايزاه هي من الحكومة الجديدة، هيساعدوها إزاي. ده مع ضيفتنا العزيزة جدا جدا، صوت المرأة ونصيرتها دايما في مقالاتها وكتاباتها، وكمان هي أديبة، أديبة جميلة، تناولت يعني في مسلسلاتها المهمة جدا أهم قضايا المرأة والمجتمع، وهي عضو المجلس الأعلى للثقافة، رئيسة جمعية الكاتبات المصريات. احنا بنرحب بكاتبتنا الصحفية المميزة وصديقتنا وقريبتنا كمان القديرة منى رجب. منورانا يا منى. والله انتوا المنورين البرنامج، وبرنامج جميل جدا وبحرص على متابعته. ربنا يخليك قوي قوي. ربنا يخليك يا منى. احنا مبسوطين جدا بوجود حياتك معانا، وزي ما حياتك تابعتي في 19 سيدة تولت مناصب سواء في الوزارة او كمحافظات. أهمية وجود المرأة في الحكومة بالنسبه للمراه اللي زينا، احنا دايما بنبقى مبسوطين ايه ده 19 سيده، ايه ده الست بقت قاضيه، احنا يفرق معانا في ايه فعلا بقى ان هي سيده او غير سيده؟ لا يفرق كتير طبعا. احنا كان دايما مطالبنا اللي اتحققت في عهد الرئيس السيسي ان احنا نزود عدد السيدات او الكفاءات من السيدات طبعا. او من الفتيات او من الشابات في مناطق صنع القرار او في مواقع المسؤوليه في البلد. المراه عندها كفاءات كتير قوي ما كانتش بتاخد كل حقوقها. يعني لسه قدامنا على فكره حاجات تانية هنطالب بيها، ولسه حاجات هنطالب بيها. يعني عايز ايه؟ لا قولي لنا قبل ما تتنقل، هقول لك ليكوا طلبات ايه. لا لا لسه انا لسه يعني هقول لحضرتك، بس انا ساعدت ان في صف تاني. أيوة. في 4 وزيرات النهارده، دكتورة مايا مرسي للتضامن الاجتماعي، منال للتنمية المحلية، في دكتورة رانيا المشاط طبعا أخدت وزارتين وهي ست كفاءة، مايا مرسي كفاءة طبعا عندنا البيئة ياسمين فؤاد، هي ياسمين دكتورة فؤاد. ياسمين فؤاد. أنا عندي 4 ستات النهارده كفاءة، وأنا دايما أقول مش مجرد وجود المرأة إنما الكفاءة التي تستحق أنها تتولى المسؤولية في الظرف الصعب اللي احنا عايشين فيه ده طبعًا. أن الدولة فيها تغييرات كتير قوي من 2011 لكن احنا دلوقتي بنقول عصر البناء، بناء الإنسان المصري، بناء الاستقرار، بناء الأمان أو ترسيخ في كلمة الأمان. تمكين المرأة أول كلمة جاء بيها الرئيس السيسي دي الحقيقة كانت تمكين المرأة، بس أنا بقول إن ده كان استحقاق تستحق المرأة، لأنها في ثورة 30 يونيو كانت البنات طبعا مش الستات بس، البنت والأم والجدة والأخت والجدة، أنا والدتي نزلت وهي على كرسي متحرك إنما صممت إنها تنزل ونزلنا كلنا، فإحنا شركاء في مستقبل الوطن، شركاء في التغيير الكبير اللي حصل في 30 يونيو، شركاء في إن إحنا عايزين التنوير. مرأة بالنسبة لي أنا صمام أمان. بمعنى إيه؟ هي مش مجرد امرأة كفاءة، إنما هي حاسة قوي بالشارع المصري، حاسة بأسرتها، حاسة بالناس اللي حواليها، عندها كده أنا دايما أقول عندها رادار، عندها غريزة بتعرف فيها، الحاسة السادسة القوية جدا، بتنظم بيتها، عندها قدرات كتير قوي، ربنا هو ربنا اللي مديها لها طبعا. مع احترامي للرجال، أنا مع احترامي للرجال على فكرة طبعًا. أنا دايما أقول يا أستاذة سناء وأنت فاكرة كل ما بنتقابل بنقول احنا مش بنتكلم ضد رجل، بنتكلم كشركاء للرجال. فاذا لما بتكون موجوده وذات كفاءه فده وجه حضاري لمصر واضافه لمصر، اضافه، لانه الست ما هي في البيت هي اللي بتظبط دخل البيت، هي اللي بتصمد وبتخلي ولادها يصمدوا، لان استحملنا سنوات صعبه قوي من 2011 ولكن احنا شايفين في انا شايفه في
التشكيل الوزاري ده انفراجه، شايفه حاله من التفاؤل يا رب، شايفه تكليفات من سياده الرئيس مخلياني انا بقول احساس بالوطن وبالمواطن، احساس بالمواطن ودي مهمه قوي، واعتقد ان المراه عندها هذا هذه القدره على رادار بيلتقط مشاكل المجتمع المصري. طب الستات يا منى يعني هم طالبين كامراه طالبه ايه من الوزراء الجدد بشكل عام، مش بس المراه، المراه والرجل، ايه مطالبنا اللي احنا عايزين نقولها لهم؟ طيب عشان انا اكون صريحه، طبعا اللي يهم المواطن دلوقتي بشكل عاجل واني اني يعني دلوقتي اللي انا بتمناه هو مساله ايقاف التضخم في الاسعار، المستوى المعيشه المناسب، ايقاف الغلاء المضطرد. كل يوم باسعار، في تجار بيخبوا السلع او بيعملوا فساد وانحراف عشان يرجع يظهرها، لكن بيظهرها بسعر اعلى. لو دخلت حضرتك كذا مكان سوبر ماركت تلاقي كل واحد حاطط السعر اللي هو عايزه. انا بطالب الدوله ان احنا عندنا خطه ل 2030 للمراه وايضا تنميه مستدامه لمصر، فانا بطالب الدوله وبناشد سياده الرئيس ان هو كلف الحكومه بانها ترفع المعاناه عن المواطن، بناشد الدوله بايقاف التضخم اللي حاصل وغلاء الاسعار وضبط الاسعار في السوق المصريه، بحيث ان الست الاكثر احتياجا او الفقيره تقدر على الاقل تقوم بالمتطلبات الرئيسيه في بيتها كل شهر. شايفين الست بتكافح وبتشتغل، ويمكن في بيوت الستات هي اللي شايله البيت كله. طبعا طبعا انا عندي 12 يا استاذه سنه، عندي 12 مليون امراه معيله في مصر، يعني هي من غير راجل وبتربي الولاد. مطلوب منها تغذيه يوميه للولاد، مطلوب منها مدارس، كل ده بكلمك على اساسيات الحياه. مطلوب منها انها تنشئهم وتربيهم على انهم يحبوا بلدهم. فالطفل محتاج النهارده احل له المشكله، احل المصلحه الفضله للطفل او للاسره ان انا احل مشكله غلاء الاسعار والمعيشه وتحسين اداء الحكومي في مواجهه يعني ما تيجي مثلا المراه المعيله تقدم على برامج هايله جدا زي حياه كريمه عملتها الدوله، وانا بقول ان ده من المكتسبات المهمه. بتلف بتفضل تلف بيروقراطيه، لو عندها قضيه بينها وبين مثلا طليقها، طلقها الرجل لاي سبب او حصل خلاف والحمايه ما استمرتش، بنلاقي انها بتقعد في المحاكم 3 و4 سنين عشان تاخد نفقه لاولادها. لاولادها مش بقى في محكمه اسره وده بيحل في محكمه الاسره، ولكن في ثغرات. واحنا دلوقتي انا بقول انا واحده من الناس كتبت بطالب بقانون، لان سياده الرئيس كان وجه بالقانون للاحوال الشخصيه يراعي مصلحه الاسره ويسد الثغرات، عندنا ثغرات كتير قوي. وده يعني كان في صندوق القمر سياده الرئيس برضو، صندوق للمطلقات عشان ياخدوا نفقه فوريه ما يبقاش في لف. هو الرئيس عمل حاجتين السنه دي الحقيقه، حقيقة كانوا مكتسبات جديدة. هو خصص مليار جنيه لتأمين الأسرة، صندوق تأمين الأسرة، ده أنا بتمنى أنه يغطي يعني عدد كبير قوي من السيدات اللي بتعول أسرة تحت خط الفقر. ده طبعا. وأيضا هو وجه بأنه يعني يطلع القانون من حوالي كام شهر مع وزير العدل السابق، لكن طبعا اعتقد ان وزير العدل ده جايب تكليفات معينه منها. قوي 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 ان الناس تستكمل ما بدا. لا هو كمان حاجه كنا بنطالب بيها واحنا بنشكره برضو عليها، بطء الاجراءات التقاضي. لازم يبقى في مده محدده تتحط في القانون الجديد، انه لو في نزاع على الاسره بالنسبه للاطفال ما تقعدش الست تلف في المحاكم 4 سنين عشان تاخد حق اولادها. واظن كمان في حاله الوفاه المجلس الحزبي ومعاش الاب، المجلس الحزبي ده قصه ثانيه حضرتك، ياخد وقت كمان. برضه انت حطيتي ايدك على حاجه مهمه جدا، انا بعرف ستات كتير جدا عندهم ولاد تحت ال 21 وللاسف لما بيتوفى الزوج المجلس الحزبي عنده بيروقراطيه وعنده قسوه في المعامله مع المراه، والقوانين بتاعه المجلس الحزبي ما وصلتش انها تتطور مع تطور مثلا المدارس. فلو ام مثلا بتيجي تقول عندي المدارس بتكلف مبلغ وقدره، يقولوا لها لا نقليه مدرسه حكومي، نقليه مدرسه ثانيه. طب هي الزوج مات والولاد في المدرسه، ده رغم ان في على فكره كتير جدا دلوقتي في المجلس الحسبي وكيله نيابه مراه، فاعتقد ان ده هيساعد على تفهم الموقف وان الدنيا تتحسن، لانه
كلنا دخلنا واحنا صغيرين، يعني انا شخصيا دخلت وانا صغيره تحت حكايه المجلس الحزبي بعد وفاه والدي ووالدتي كانت مسؤوله عننا، كانوا بيحاسبوها فعلا بالبتاع. دلوقتي في انفتاح اكتر يا منى، يعني انا شايفه حواليا اللي حد شابه وجوزها يعني توفى وبتاع، ان بتقول لي انا كنت مرعوبه من حكايه المجلس الحزبي، بس لقيت مساعده وكيله نيابه ست وبتساعدني الى اقصى الدرجات لانها فاهمه يعني بغض النظر عن. شفتي بقى انت حطيتي ايدك على حاجه فاهمه، ان الست بتبقى فاهمه اكتر احتياجات المراه، احتياجات ولادها، ازاي انها ما تبهدلش ولادها، ازاي انها مضطره انها ما تنقلهمش مدارس ثانيه مثلا. طبعا طبعا، واحنا عارفين حال المدارس وعارفين ان الرئيس حط اسبقيات وبتحاول على الصحه والتعليم. الصحه والتعليم انه من الاولويات. بس بطالب المواطن كمان من تطبيق القانون، دوله القانون. انا شايفاها امبارح كان في تعيين النيابه الاداريه، وال انا شايفه ان في حاجات في الدستور لم تفعل لحتى الان. مساله التمييز بين الرجل والمراه، في لسه ما زال مؤسسات كتيره بتعمل تمييز بين الرجل والمراه. مساله انه بطء الاجراءات، في ضمانات مثلا في الرؤيه مش بتتنفذ لما بيجي تحصل الرؤيه، فاحنا لازم يعني مثلا بتلاقي الطليق او الرجل بعد ما جوز واحده تانية مثلا وساب الولاد، بنبص نلاقي ان هو بيبقى تقريبا كان دول مش ولاده، ما بينفقش عليهم لمصاريف دراسه. عايزين ضمانات، عايزين اليه لضمانات معينه، ان يبقى في ضمانات لان الست حينما تطلق. بس بالنسبه للاطفال بقى يا منى، الحقيقه احنا عايزين ضمانات للرجل وللمراه، صح؟ لان في ستات بتبقى مفتريات، صح؟ يعني الحقيقه فلازم الراجل يعني الراجل ده الاب، ده العمود الفقري للاسره، يعني ايا كان هو اتجوز او سايبهم او كده لازم يبقى واخد باله من ولاده. فاحنا عايزين انه يعني القانون يحسم يعني او يحقق العداله بين الزوجه والزوج، ما فيش حد يجي على حساب حد تاني. ما يتحرمش الاب مثلا من رؤيه طبعًا ولاده. طبعا هو في دلوقتي ناس بتناقش فكره الاستضافه. انا بس بقول في امهات بيخافوا ان الولاد يروحوا للاب ما يرجعهمش. فانا ممكن احط في القانون الجديد ضمانات. ضمانات ان الولاد ما يتخطفوش يروحوا بلد تانية. العداله بالنسبه للاتنين. انا للاتنين على فكره، انا بس كمان نشوف مصلحه الطفل الفضله. كمان لازم نيجي في سن 10 سنين لازم نسال الطفل لو بيعاني من حاجه في الحضانه، افرضي عايش مع ابوه عشان هو اللي بينفق عليه مثلا والام مش موجوده، تزوجت تبصي تلاقي لو تزوجت ينقلوا الحضانه للاب. وده برضو حاجه انا شايفه انها فيها ظلم للاولاد في السن الصغير لما بنت صغيره تتنقل، فلو تزوجت باخر فلازم برضو يبقى فيه ضمانات في القوانين عشان القانون الجديد. في الحاله دي كمان لان كمان ما تقدرش الام تنقل من مدرسه لمدرسه الا الاب لازم يبقى موافق. انا اظن لازم يبقى بموافقه الطرفين مش طرف واحد. ما هو دي برضو يعني لا هو يقدر ينقل لوحده ولا هي تقدر تنقل لوحدها. دي عندك حق واحنا مطالبين بيها. واعتقد ان احنا في الفتره اللي جايه في استكمال للتمكين المراه، لان انا من الناس اللي بقول مساواه، ما مش بس زيادة عدد الوزيرات. طب أو احنا شفنا وزيرات وشفنا قضية وشفنا محافظين، في محافظة المرة دي تمكنها ايه تاني؟ ايه الطلبات تاني؟ يبقى في مساواة تامة. بمعنى ايه؟ يعني مع حضرتك لما بتيجي تشوفي اي حتى في الاعلام، في الترقيات في الاعلام، بتلاقي واحدة اخدت موقع قيادي والباقي قليل قوي السيدات اللي بياخدوا مواقع قياديه في كل المجالات في كل المؤسسات. وما زال لحد النهارده المدارس لازم رقابه عليها عشان البنات تطلع في جو تنوير، جو تنويري. انا بقول مثلا الفتره اللي جايه وزاره الاوقاف، انا متفائله بالوزير الاوقاف الجديد الدكتور يبقى في متابعه الأزهري. متابعه ان ما يبث في المساجد ده مهم جدا، يبقى يدي مكانه واحترام للمراه، لانه في المناطق البعيده او النائيه او في الصعيد المراه قويه في تحملها، لكن في القوانين عندما تنفذ بتلاقي لا، بتلاقي عنف. انا بقول سيادة الرئيس وجه واصدر قرارات بتغليظ بعض القوانين زي التحرش زي الختان. ما زلت بقول انها مش كفايه، بالذات الختان والتحرش ما زالت لابد انها تبقى اكثر شده من كده، علشان احنا بنشوف في الشوارع محتاجين حمايه للمراه. فلما الواحد يعرف انه مثلا من بدل سنه بقت 3 سنين، لما يعرف انه هيتسجن 6 7 سنين هيفكر 100 مره انه ما تحرش بيها في وسائل النقل العام، ما يمشوش وراها في الشارع يتحرشوا بيها. فانا محتاجه في الحته دي قضاء تماما على العنف بتغليظ القوانين
والاعلام يساعد معانا في كده. منى انت كاتبه وبعض كتاباتك اتحولت الى مسلسلات تلفزيونيه. كنت بتقولي فيها ايه ولا كنت نسيتيها بقى عملتي مسلسلات على المشاع ومش للمراه؟ قولي لنا بقى. بصي هو طبعا القصص لازم ابقى امينه قوي وصادقه قوي، فلكن انا اتجاهي انا او تفكيري انا فكره التنوير. يعني انا بقف ضد الاظلام والظلام وضد التشدد والتطرف، وانا ست وطنيه جدا، فهتلاقي مثلا القوانين اللي انا عايزاها تتغير بحطها كده بدخلها جوه المسلسلات، زي الختان مثلا، زي خطف الاولاد. يعني انا في مسلسل الاخير بفعل فاعل كان الاب خطف ابنها وسافر بيه بره كمان، وتكتشف بقى كوارث بقى ان هو بيتعامل مع جهات اجنبيه وانه منحرف وانه يعني الحياه مليانه قصص لا معقوله. انا بحاول بصدق احط ده احطه في مسلسل، بحيث ان انت لما تبتدي تفكري ولو دقيقه واحده، لو فكرتي معايا دقيقه واحده، اظن ان الانسان ممكن مع التفكير مع الدراما مؤثره قد ايه ممكن يبقى انسان افضل. بصي انا يعني انا بذكر كانت مكالمه تليفونيه بيني وبينك من عده سنوات، وحتى كان ليكي راي في الدراما وانها العنف اللي احنا كنا كان ليكي وجهه نظر. يعني انا شديده الاحترام ليها حتى لو ما اعلنتهاش دلوقتي. كانت ايه؟ انا اول مره اسمعها من حضرتك دلوقتي ان انت فاكراها. لا فاكراها. شفتي يعني بصي الحاجه لما بتبقى عقلانيه وفيها حب وطن وفيها انتماء لبلد وخوف عليها لازم توصل للبني ادم ولازم تستقر في اعماقه يبقى فاكر. فانا فاكره انا بتمنى طبعا هو في لجنه للقضاء على العنف، لكن انا بتمنى فعلا القضاء مش التصدي بس، القضاء سواء من ناحيه التوعيه الوعي، فكره ان انا لما بربي البنت والولد في البيت لازم يتربى انه بيحترم اخته، ان هي مساويه ليه مش اقل منه. فكره انه العنف الاسري عندنا كتير قوي لغايه دلوقتي العنف الاسري، وبيبقى في سطوه من الاب سطوه من الاخ. في دراما كمان، الدراما بتغير كتير جدا في المجتمع، وبتقدر ان هي لما نشوفها كتير بطريقه معينه، نتكلم على مشكله معينه او نتكلم على اخلاقيات معينه، زي ما حضرتك بتقولي العنف لو اتشال من الدراما مش هنبقى بنشوفه، لان احنا ما نعرفش مين بيتفرج ومعجب بشخصيه مين. ما هو ممكن يعجب باللي بيضرب، يعني أيوة. معجب باللي هو بيعمل ده، فبيبقى عايز يبقى زيه بالظبط لما بيكون ممثل محبوب. بالظبط ومحبوب. بنشوف الجزاء بياخده في اخر حلقه. بص يا منى، انت رئيسه الكاتبات المصريات مش كده؟ ايوه. هل بتوجه يعني هل بتقول لهم بلاش تعملوا مثلا مسلسلات اللي هي بتدي صوره خاطئه عن المجتمع المصري؟ عمرك شفتي حد جنبك ماشي بمسدس ولا بيضرب واحد ولا شايل الكرسي وبيديله على دماغه؟ الحاجات دي بتحسي انها دخيله علينا يعني. هل عندك دور في هذا الموضوع؟ هل بتتناقشوا فيه؟ لانه طبعا من طبعًا خلال الجمعيه طبعا بنعمل ندوات كل شهر، لازم لنا ندوه بنناقش فيها موضوع عام. من ضمن الموضوعات كانت دراما، وان لازم انها احنا طبعا ما تقدريش تقولي الكاتب اعمل كذا طبعا، لكن طبعًا. تقدري تكلميه على مشكله يحاول يساعد فيها. فما تقدريش توجهي كاتب انه يكتب ايه، لكن تقدري تعرضي المشكله بحيث انه يتاثر. فاحنا بنقول ان في عنف، في انا بقول اخلاقيات الشارع المصري تكاد ان تندثر. الهويه المصريه كنا دايما نقول المصري كريم وطيب وعنده شهامه وجدع. شهم شهم كفايه. مش عارفه ايه اللي جاري اللي جرى بقى من 2011 ان في ناس اتكشفت انها عايزه تعمل فوضى، عايزه تمجد البلطجه، كل ده اشتغل في المسلسلات فتره ما، وابتدت انا بحاسه ان بدا من سنتين كده في موجه جديده داخله مش بتمجد العنف. لكن انا برضو بقول بلاش نكرس العنف ونرسخه كحاجه طبيعيه في مجتمعنا. صح، وده حقيقه. وفي النهايه خلينا نرجع الاخلاق، او نحاول نوعي الناس بان اقيم الشخص باخلاقه بطريقته مش بثرائه او ببلطجته. صح. يعني في حاجات انا بتمنى انها تحصل في الفتره اللي جايه ان شاء الله. بطالب برضو الدوله انها تتدخل علشان فكره رقابه على الاسواق انا محتاجه رقابه الدوله على الاسواق بشكل ملح. طبعا محتاجه طبعاً. جدا لده. محتاجه لحمايه المراه في الشارع. انت ممكن حضرتك
على جهد كبير جدا مبذول للاستقرار والامان. لكن مثلا اتمشي كده في الشارع هتلاقي كل فين وفين لما بتلاقي حد من ضباط الشرطه طالبنا كذا مره في السكك السريعه على قد شبكه النقل ما هي هايله، الطرق هايله، انجازات كلها، بس انا محتاجه حمايه للانسان جوه منظومه مصر كلها، مش القاهره بس. مش القاهره بس، ان انا لو حصل حاجه الاقي عربيه اسعاف وعربيه شرطه تجيني. محتاجه، عارفه زمان كان غفير الدوريه بيلف بالليل، فلو واحده ممرضه راجعه احميها ازاي لو ما فيش حد يحميها في الشارع؟ يعني في 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 اعمال بتجبر الدكتوره طالعه مثلا تنجد حد، ممرضه عامله في بيت ومضطريه تسهر الليله دي عشان عندها شغل. انا محتاجه حمايه اجتماعيه وحماية أمنية وحماية اجتماعية. دي أعتقد أن الدكتورة مايا مرسي هتقدر تعملها إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. مايا مرسي، إحنا كلنا الدكتورة مايا مرسي دي كلنا أنا سعيدة، يعني عندنا بوجود. أمل كبير جدا عندي جدا أمل كبير. فيها زي الأستاذة رانيا المشط، ورانيا المشط برضو، رانيا مازج، وياسمين فؤاد اللي عملت في البيئة شغل كويس أوي. يعني الحقيقة إحنا ومنال عوض المحافظة الدمياط الجميلة اللي غيرت، وعندنا محافظة البحيرة شابة أهي. بصي منى، عايزينك دايما وخصوصا في المجلس الاعلى للثقافه يكون لكي دور مهم جدا. انا عارفه ان ليكي دور، بس يعني ضعفي معلش عشان خاطرنا، ضعفي جنب مقالاتك دي اللي بتكتبيها كل يوم، عندك مقالتين ولا حاجه كده يعني. هي وعلشان في النهايه برضو عايزين ان المراه في المجالات اللي انت موجوده فيها تبقى زي الوزيره واكتر كمان من الوزيره. شكرا ليكي منى رجب. منى رجب عضو المجلس الاعلى للثقافه، رئيسه جمعيه الكاتبات المصريين، الكاتبه والاديبه والصديقه منى رجب. شكرا ليكي.